تنتن تنتن، نشرة ألمانيا الساعة 8، برنامج يقدمه لكم شريف عمران. النهاردة الاثنين 13 أبريل، ويعتبر آخر يوم النهاردة في شم النسيم في ألمانيا، ولكن طبعا الحجر الطبي لسه مستمر لحد يوم 19. يوم 19 يعني يوم الحد اللي جاي. ميركل كانت اتكلمت وقالت ان يوم الأربع هتدي إفادة جديدة، ايه اللي هيحصل من بعد يوم الاربع. ذكرت مجلة فوكس وقالت ان في زيادة طفيفة في الاصابات من زمن طويل. الحمد لله الاصابات في المانيا قلت، ولكن احنا دلوقتي في عدد الاصابات 2369، وده رقم قليل بالنسبة للايام اللي كانت الايام الماضية. من اسبوع تقريبا كان في عندنا 6000 اصابة يومية. اجمالي الوفيات في المانيا 3001. في بادن فورتنبرغ اجمالي الوفيات 702، واعداد المصابين بالتقريب 24000. وفي هامبورغ اعداد المصابين 3887، واعداد الوفيات 56 حالة. النورد راين فيستفالن فيها 600 وشوية حالة، 613، واعداد الاصابات 26984. يعني باختصار النورد راين فيستفالن دي اكبر اعداد، 26000 فيها 700 فيها 600 وشوية، وبادن فورتنبرغ فيها 700 وشوية حالة وفاة. تمديد الحجر الطبي في فرنسا لحد 15 مايو. إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا اتكلم وقال ان هم هيمددوا الحجر الطبي لحد 11 مايو، يعني شهر تقريبا من النهاردة. اما احنا عندنا في المانيا زي ما قلت لكم ميركل هتتكلم يوم الاربع، ووزير الصحة اتكلم امبارح وقال ان الحجر الصحي هيستمر حتى بعد نهاية اجازة شم النسيم اللي هي 19 ابريل في المانيا. منظمة الصحة العالمية بتقول ان اعداد الوفيات من فيروس كورونا 10 مرات اكتر من انفلونزا الخنازير. بالنسبة للوفيات في ايطاليا وصلت النهاردة 20000، ولكن بيقولوا ان منحنى العدوى بدأ يستقر، وده خبر مباشر. اما في نيويورك فيها 10000، في اكتر من 10000 وفيات اجمالي وفيات. في واحد من اصحاب ترامب مات بالكورونا اسمه ستانلي شيرا، وكان عنده 78 سنة، وترامب اثنى عليه وقال ان هو من اكبر سمسرة البيوت في العالم. البوليس الألماني في بايرن عمل 78000 حالة تفتيش، يعني عمل كنترول 78000 حالة، ولقى منها 10000 حالة تعدي على المسافات المفروضة والقيود، وطبعا عملها غرامات. النهاردة في ميونخ كان في حفلة جريل، كانت عاملها طلبة عددهم 51 واحد، أعمارهم بين 20 لـ30 واحد، وكانوا عاملينها في صحن بيت من بيوت الطلبة، وكانوا متجمعين وقاعدين يحتفلوا كده. وطبعا البوليس جاء أنهى الحفلة ديت وعمل غرامات وعمل كنترول. يعني المفوضية الأوروبية بتقول إن في واحد من موظفيها مات. أما في أسبانيا فبيقولوا أخيرا هيبدأ أكتر من 100000 واحد إن هم ينهوا البيات الشتوي في مدريد ويقدروا يرجعوا لأشغالهم. طب السؤال بعد كل الكلام دوت، هل ألمانيا هتقلل القيود ولا لا؟ الأكاديمية الإقليمية للعلوم اسمها ليوبولدينا، ودي عملت النهاردة، سلمت النهاردة تقرير للحكومة لميركل بصفتها رئيسة الحكومة، وتقرير طويل بتقول ان احد متطلباته يعني ان هي بتطلب فتح المدارس الابتدائية والثانوية يعني باكبر سرعة ممكنة على قدر الاستطاعة، ولكن بتطلبها ان هي تحصل بخطوات. اما ميركل اتكلمت عن التقرير وقالت ان التقرير ده مهم جدا. وفي التقرير هم بيطلبوا إلزامية إنك تلبس ماسكات في الأوتوبيس والقطورة والقطارات. الصين بتقول إن في عندها 51 إصابة جديدة جات لها من طيارة جاية من روسيا.
بخصوص ألمانيا، بخصوص الحضانات ودور الأطفال، الكيتا والكيندر جارتن كل دول مقفولين لحد يوم 19 أبريل، ده رسمي، ولكن بعدها غالبا هتمتد الحظر، لكن غير واضح لحد دلوقتي. أوروبا في بلاد فيها سهلة القيود اللي عندها، مين هي البلاد دي؟ يعني عندك رئيس الحكومة في الدنمارك اتكلم عن مرحلة حذرة أولية عشان يفتح الحضانات من يوم الأربع اللي جاي، ودور الأطفال لحد عمر 5 سنين. الحكومة الدنماركية عايزة تقلل إرهاق الآباء اللي مضطرين ياخدوا بالهم من عيالهم. النمسا عملت برضو حاجة مشابهة، عملت ايه؟ ابتداء من بكرة الثلاث في محلات صغيرة هتفتح، اللي هي مسؤولة عن مستلزمات البناء، يعني عاوز تشتري مسمار، عاوز تشتري خشب، الحاجات ديت، ومستلزمات الزراعة، يعني لو عاوز تزرع بيتك، تعمل شجرة، الحبوب، الحاجات دي كلها. وابتداء من أول مايو هتبدأ تفتح كل حاجة في النمسا. النرويج ماشية على خطى الدنمارك وعايزة تفتح المدارس لحد سن 5 سنين ابتداء من يوم 27 أبريل. التشيك وليتوانيا عندهم برضو تقليل قيود. بالنسبة للشعب الألماني، في استطلاع للرأي اتعمل أو عملوا مركز يوغاف، والمركز دوت يعني الاستطلاع ده عمله بناء على طلب من مركز الإعلام الألماني من الحكومة يعني. والاستطلاع الرأي جت نتيجته ان 78% من الشعب الألماني متفهم موضوع القيود ديت، وان 44% بيقول من الافضل ان احنا نطول الحجر الطبي، يعني نمده شوية. كوريا الجنوبية النهاردة بلغت ان في 91 حالة رجعت تاني. يعني ايه؟ يعني هم كانوا اختبروهم وخفوا، وبعدين ظهرت عليهم الأعراض تاني بعد ما خرجوا من المستشفى. والكلام ده كنت قلت لكم عنه امبارح في النشرة امبارح، ان هم بيقولوا ان في حاجة اسمها ري اكتيفيشن للفيروس. طبعا الخبر ده خطير، لان ده معناه ان ألمانيا هتبدأ تتفحص الأخبار ديت، وتحاول تشوف هل فعلا بيحصل، ولو فعلا حصل يبقى هتضطر ترجع الناس اللي هي كانوا في الحجر الطبي تاني وتعملهم اختبارات تانية. يعني شغلنا يعني. مش مجلة ميركيور بتقول النهاردة ان في شركة اسمها أوكلاند، والشركة دي موجودة في ألمانيا، ودي باعت علبة سبانخ 400 جرام، كانت محطوطة في الفريزر، وهي بتطلب من الناس اللي عندها علب السبانخ ديت ان هم يرجعوها. علبة سبانخ وزن 400 جرام من شركة اوكلاند، خلاص. وبتقول ان هم اكتشفوا ان في اجسام غريبة جوه العلبة نفسها، تعرفش ممكن يبقى فيه ايه. وفي كمان طلب تاني لارجاع عبوبة سمك من نوع هيرينج، الشركة اسمها نوي باوا، والعبوة هتلاقي مكتوب عليها براون شفايجا هيرينجز سالات. بخصوص الكورونا تاني، في خبر بيقول ان حالات الكورونا زادت في اليابان بطريقة ملحوظة، وطبعا الخبر ده يقلقنا شوية، لان في دواء اسمه افيجان هناك في اليابان، والدواء ده استعملوه عند حالات الكورونا وهو بيخفوا معاها يعني، والدواء ده بيقتل الفيروسات الموجودة في الدم. المهم يعني باختصار ان مصر طلبت استيراد الدواء ده، والمانيا كمان المانيا استوردت كمية كبيرة، ملايين العبوات من الدواء ده. فطبعا نتمنى ان يكون الدواء فعلا بيخفف. ماركوس زودر اتكلم في بايرن وبيقول تخفيف القيود مش هيجي إلا لما خبراء الفيروسات المعدية يدوا الضوء الأخضر. وفي نهاية النشرة أشكركم على حسن الاستماع، أتمنى أني أكون أضفت جديد، والسلام ختام.